الدعم للقضية الفلسطينية يعني كما احنا نشوفه لازم يكون مادي ومعنوي، وكما انا نشوفه دوكا فرانشمون يعني الماديات راهي ناقصة بزاف كشعوب. لازمنا أقل ما يمكن أن نكون مقاطعين، أن نكون واعين جدا بأهمية المقاطعة، لأنه كل مليم قاعد يدفع قاعد يمشي معناها في قتل إخواننا. على الأقل يكون عندنا مساهمة من ناحية هذه. من ناحية أخرى يلزمنا نكون ديما فايقين، حاولوا أن نوعيوا الناس. الناس بدأت تستانس، نقولوا نحن بدأت تتعود على منظر الدماء وبدأت تنسى في القضية، فلازمنا في كل وقت نحاولوا أن نذكروا. قال لهم نقضيه على القسام، ما تقدرش تقضي عليه القسام لأنها فكرة، والفكرة لا تمحى، ستزرع في الأجيال التي ستأتي وسيصبحون أقوى مما كانوا، رغم أنهم احنا نشوفوا فيهم باللي يفضوا خلاصوا، هم ما خلاصوش لأن الأم الفلسطينية ما زالت تولد وتجيب الزوج. الدعم لازم يكون يا دبلوماسي يا سياسي، سياسيا زعما يهضروا، زعما يهضروا في المحافل الدولية، في المنظمات هذوك العالمية يهضروا يتفاهموا، ولا ماليا سواء ماليا سما يتفاهموا كاع، يحطوا دراهم يعاونوهم، ولا يباتوا مساعدة طبية ولا ماكلة، ولا يعاونوهم بأبسط اللي يقدروا بها. نوصلوا رسالة ونحكيوا على التاريخ من وعد بلفور إلى الوقت الحاضر توا، معناها في 2024 باش نوصلوا هالانتهاكات هالكبيرة هذيا اللي قاعدة تصير، وهالكذبة الكبيرة اللي هي الدولة الصهيونية أو إسرائيل معناها، وإن شاء الله تزول دولة إسرائيل وتدوم لنا فلسطين. إلى الشعب المقاوم والمناظر، مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف، ده كل العالم ضدك، لكن عندك الله سبحانه وتعالى معك.